بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور أحمد مهران، المحامي بالقضاء العالي. أهلا بكم في موقع نقابة المحامين، واللي من خلاله هنتكلم عن سلسلة من الموضوعات اللي تهم شباب المحامين. من خلال الموقع هيكون لنا لقاءات متعددة، كل لقاء فيه هنتكلم عن موضوع من الموضوعات القانونية الشائكة أو التعديلات القانونية العاجلة أو القضايا والملفات التي تهم عدد كبير من المتابعين، لا سيما شباب المحامين اللي بيحاولوا إن هم يجمعوا المعلومات الكافية عن هذه القضايا وما تم فيها وإلى أين انتهت. هنتكلم مع بعض النهاردة عن جريمة من الجرائم التي أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة، وهي جرائم الزنا. في الفترة الأخيرة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وبسبب السوشيال ميديا تقدم عدد كبير جدا من الأزواج ضد الزوجات باتهامها بدعوى الزنا، وكان دليله في الاتهام وجود رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل على فيسبوك، ماسنجر، ايمو، واتساب، رسائل بتؤكد على وجود علاقة آثمة أو علاقة غير شرعية بين الزوجة وبين شخص آخر. الزوج على طول بيروح لأحد المحامين اللي بيتولى تحريك الدعوة الجنائية بجنحة مباشرة أو عن طريق محضر في القسم وتقديم اسطوانة أو فلاشة للنيابة عليها مجموعة الصور أو الفيديوهات أو التسجيلات والرسائل وسكرين شوت من المحادثات اللي بتؤكد أن الست دي مرات الراجل ده على علاقة بشخص آخر. طبعا لما بنتكلم في هذه النوعية من الجرائم بيكون سندنا القانوني هو تطبيق آليات القانون، واحنا دورنا كمحامين ما بندافعش عن الجريمة، احنا بندافع عن تطبيق الإجراءات القانونية تطبيق سليم. لا ندافع عن المتهم بقدر ما نحن بندافع عن سيادة القانون واحترام تطبيقه داخل الدولة، وبالتالي بنتكلم عن الإجراءات والشروط الشكلية والموضوعية الواجب أن تتوافر في هذه النوعية من القضايا حتى يصح الاتهام. فإذا كان المشرع المصري تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية بيتطلب في دعوى الزنا أن يكون هناك شروط وضوابط، منها أن يكون هناك حالة تلبس حقيقية في يعني في وقع، وأن يكون هناك عنصر المفاجأة للزوج بارتكاب جريمة الزنا، أن يفاجأ بجريمة الزنا، يفاجئ زوجته بتلبسها بجريمة الزنا، أن يكون هناك شهود على هذه الجريمة، أن يكون هناك ملابسات تؤكد بوجود خلوة بينه وبينها، وأن يكون هناك أيضا تقرير للطب الشرعي من خلال مسحة بتتاخد من الراجل أو الست لتحليل هل وجود سائل منوي أو وجود أي أدلة تشريحية تؤكد على وجود علاقة آثمة بين الراجل ده والست دي. إذا ما انتفت هذه الشروط والضوابط الذي حددها المشرع في الغالب بيكون الحكم هو البراءة. البراءة هنا بتكون براءة بسبب البطلان، أو البراءة بسبب عدم وجود أدلة حقيقية، أو بسبب عدم معقولية تصور الواقع مع ما هو مطروح أو ما هو موجود في الأوراق، باعتبار أن البطلان في القبض والتفتيش لأن مفيش دليل حقيقي على ارتكاب جريمة الزنا، هو محض أقوال الزوج بالإضافة إلى بعض المستندات اللي من خلال صور أو محادثات لا ترقى لمستوى الدليل الحقيقي الذي يمكن أن يتم الاعتماد عليه في إثبات جريمة الزنا، خاصة وأن المشرع وضع شروط، كما نعلم أن الشرع أكد على شروط متعددة، أن يكون هناك شهود 4 عدول، وأن يكون هناك تلبس بالواقع، وكمان أن لا يمر بينهما الخيط. فإذا ثبتت هذه الأدلة كان هناك اتهام، وبغير هذه الأدلة فلا مجال للحديث عن الاتهام، وفي الغالب بتبقى القضية منتهية بحكم البراءة. إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن موضوع جديد، وهنوضح مع بعض آليات تطبيق القانون للحصول على براءة في قضية أخرى. أحمد مهران.